احنا النهاردة بنحتفل بإنجازات سنة 23، وبنتكلم كمان مع كل ضيوفنا عن رؤية سنة 24 لمؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني. النهاردة إن شاء الله حضراتكم هتشوفوا مع التحالف الوطني مؤسسة راعي مصر قدرت تحقق أرقام يعني يمكن لأول مرة إنها تحصل في تاريخنا إحنا كمؤسسة. قدرنا نوصل ل 2,700,000 مريض اتكشف عليهم واتخدموا. قدرنا نوصل ل 9,000 قافلة طبية، منهم سنة 23 بس اتعمل حوالي 4,000 قافلة طبية في أكثر من 4,000 قرية على مستوى الجمهورية. قدرنا نوصل ل 20,000 عملية جراحية. قدرنا نخدم أكثر من 4,000 بيت تم بنائهم. عدد كبير جدا من العرايس، عدد كبير جدا من الأسر الأكثر احتياجا تم خدمتها في مجالات كثيرة. فكان لازم ان احنا نجتمع بالناس اللي بيدعمونا والمؤسسات والشركات اللي بتدعمنا، علشان يعني بنديلهم الريبورت، وفي نفس الوقت بنتشرف بان احنا كعضو تحالف وطني. الحقيقه انا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده في هذه الامسيه اللي بتقام برعايه راعي مصر، هذه المؤسسه، مؤسسه المجتمع المدني، اللي هي نموذج للمؤسسات وللحميه الوطنيه وللمسؤوليه اللي احنا بنتكلم عليها، المسؤوليه المجتمعيه. فانا سعيده بوجودي في هذه الاحتفاليه. هو الحقيقه استمرار للتعاون المستمر، ويمكن عايز اقول تجربه ناجحه جدا اللي بتعملها مؤسسة البنك التجاري الدولي CIB مع مؤسسة راعي مصر بالنسبة للأطفال أصحاء، وبالنسبة للقوافل إحنا مشتركين معاهم، والناس دي اشتغلنا معاهم، ناس جادين جدا، ناس مصممين على خدمة البلد، بيتوافق هدفهم مع هدفنا. أنا بالنسبة لي كمؤسسة البنك التجاري الدولي إحنا بنشتغل على صحة الأطفال معاهم. هم شفنا نجاحات جامدة جدا، مضينا النهاردة البروتوكول استكمالا للتعاون اللي بيننا إن شاء الله لسنين قادمة، وبمبالغ أكبر ومساهمات أكبر بإذن الله. مؤسسة راعي مصر بتساعد عشان تتيح الفرصة للناس إنهم يعيشوا عيشة أحلى. والله التحالف الوطني يعني هم عاملين مجهود خطير بجد لمساعدة الناس، ومؤسسة راعي مصر من أهم المؤسسات الخيرية. أكتر الأشياء اللي ممكن تحتاجها الناس يعني قبل الأكل والشرب الصحة، يعني أنا عايزة الأول أبقى إنسان صحيح وبعدين أفكر في أني أشتغل وإني أكل وإني أشرب. مؤسسة راعي مصر بتعمل كل ده، يعني التعليم والصحة وتوصيل المية وتجهيز البيوت أن تبقى آدمية الناس تقدر تعيش فيها.